كشفنا. قوم. اللي طلب مني هذه اللعبة ناوي انه يقطع سلالتي. تيست. اوكي شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اهلا بكم في الجزء الثاني من تختيم الكوابيس الصغيرة. لا تنسونا من لايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، وليتس جو. خلونا نبلش. يعني ما ادري ليش طلعت الحباية هنا، أنا ماكو اي مناسبة يعني. اوكي ليتس جو. اوكي يا شعب ليتس جو. ضغط طبعا اللغة العربية مثل ما عودناكم، القناة هاي تهتم بالالعاب العربية شباب. فليتس جو، لعبة جديدة. الاعدادات اول شي خلينا نشوف. فول اتش دي. طيب ضبط السطوع، نعلي شوية السطوع حتى بالاماكن الظلمة نقدر نشوف، والدقة اكيد اعلى شيء. ليتس جو. ولا من غيرنا الدقة. طبعا في الجزء الاخير اذا شفت باخر حلقة شباب، انه الشخصية اكس اللي هي قاط اصفر او لباس اصفر، تغلبت على الشخصية الرئيسية اللي هي الليدي واخذت قوتها، امتصت قوتها وطلعت باخر مشهد في الحلقة اللي سابقة. اخر شيء طلعت انه تخلصت من البلعوم او السفينة الكبيرة وصعدت فوق جزيرة. فما ادري هل الشخصية انه راح تطلع هي بالجزء الثاني، او احنا تكون البطلة في الجزء الثاني، ما ادري. الله يستر وان شاء الله اقدر اخلف واجيب عيال بعد هذه اللعبة. الله يستر شباب. اوكي شكلنا طلعنا من التلفزيون شباب، مو؟ اوكي شكلنا طلعنا من هذا التلفزيون. فليتس جو. مهمتنا هي الهروب فقط وعدم تجميع اي شيء. طبعا احنا في غابة حاليا، اكيد اكو الغاز عندنا لازم نخلصها. اوكي اكو جثة، لا تنتبه سبيدران كمل. اكو الغاز نحلها، واكو جثة، واكو بوسات طبعا نتغلب عليهم بيهم وبيهم نهرب منهم. فليتس جو، خلينا نشوف شنو البوسات في هذا الجزء او الالغاز. ولا ما شاء الله، والله الدقة حلوة شباب. اوكي خلينا نسرع. طيب اوكي شو هالجثث بلعنا شباب، لو شنو الوضع؟ ترى الملعب هذا الجزء نهائيا، والجزء الاول ملعب، اللعبة كلها ملاعب انا اصلا. اوكي ليتس جو. انا ليش قبل بديت بالجزء الثاني؟ ان فهم اساسيات اللعبة، فقبل لا انسى اساسيات اللعبة او احاول على لعبة ثانية. اوكي اكو فخ هنا مبين، الصندوق فوق لازم نقفز. دير بالك من هذين الاوراق. اوكي هذا الصندوق نحتاجه حتى نعبر. حبيبي اللي يلعب لعبة جود اوف وور لا تحط له هيك الغاز، دني عليه ايزي يعني. شوف لك الغاز قوية. يلا نعبر ليتس جو. طيب لا محترم والله محترم. لا بس اهدي فاهم. ايوه ولي التوقيت مو الشجره. طيب في حبل فوق منا اعتقد ما نقدر نقفز او نسوي شيء. طيب انا عرفت اللغز، بس حبيت اشوف ان هذا اكو شيء هنا او لا. يا اخي فينا حب الاستكشاف. اوكي نصعد من هذه الشجرة. اوكي رجعت ايزي. اوكي البكرة هذه ننزلها. طبعا اللعبة مو بس رعب، اللعبة بيها ارعب. الغاز لازم تحلها، فيها اشياء مرعبة يعني صراحة من الجزء اللي فات. اوكي انتبه من الالغاز اللي موجودة. طيب هاي كيف ننزل تحت. اوكي ليتس جو نتسلق من هنا. طيب اللي بعده ننقز اكيد كغراب. اكو فخ
شفتوا الفخ؟ ما نقدر نصعد. طيب في فخ هنا منصوب شباب. اوكي خلينا نحاول نشيل اعزكم والله الحذاء. ايوه خلينا فعل الفخ. اتفعل. خلينا نفعل الفخ. حلو. ابلع. انا اذا ما نتفعل الفخ ما نقدر نقفز. لازم احنا نحتاج هذه الشجره. ليتس جو. اوكي انتبه هاك اشياء تدوس عليها الفخاخ هذه. اخلي بالك من عيالك. اوكي طريق منها. تقدر ناخذ هذه العوده او العصا. ايوه اسحبها. طيب اخذنا العصاي. حلو ليتس جو. حلو حلو. هاي بيها امكانيه اكثر من الجزء الاول. فيها امكانيات انه تشيل عصا. حلو حاطين عصا هنا. أنا اكيد انه اكو شيء داخل هذا الورقه. اوكي ماكو شيء غلطان. لا حبيبي املح. لا 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 اهدى. اوكي اكتشفنا هذا الشيء. طيب حاطين هاي الاشياء هنا. اكل فيها نفس. ايوه ايوه فعلها فعلها فعلها. ما ادري ليش رميتها هنا. انا المفروض ارميها هنا. طيب فعلنا الفخاخ هذه كلها. خلي بالك يمكن اكو فخ هنا قبل الشجرة. ليتس جو. طيب لازم اصعد. لا 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 محترم. اوكي اصعد لفوق. ليتس جو. طيب فخاخك مبدئيا ايزي. اوكي اللي حط هذه الفخاخ حبيبي والله موسيقى مرعبة. شنو قربنا الشخص اللي حط الفخاخ. طيب الشخص اللي حط الفخاخ اهدى اهدى. لا تسوي صوت. حط شاي على الشاي. ولا شنو هذا بقران لو شنو هذا. الو. طيب الشخص اللي حط هذه الفخاخ اكيد هو الشخصية المرعبة يعني راح تكون. اوكي عندنا هنا باب من هذه الجهة. شو عندنا؟ ماكو شيء. هاي شنو هذه؟ حلو بهذا الجزء. يب بهذا الجزء يعطيك قبعات تقدر تلبسهن تجمعهن وتلبسهن. شفتوا شباب؟ لبستوا قبعة هاي. ولكن انا افضل انه نبقى بدون قبعات ونخليها على القبعة الاصلية مع الشخصية. انا احسها خلاص هي احلى شيء الشخصية. اكو موسيقى جهة اليمين. جهة اليسار شنو عندنا؟ ما عندنا شيء. اوكي هذا الفوز. اوكي هنا نصاطور نقدر ناخذه. كسرة العودة. لا ما نقدر ناخذه. اكو موسيقى على اليسار. اوكي اكو صبي مثلث يندهله. المثلث يندهله بس ما قاعد ينتبه عليه. تفكرون بما افكر. ايوه معقول يشيل هذا الفاس كله. ولي شباب هو قاعد يشيل الفاس. راح نروح نحرر هذا. اكيد مسجون. مسجون لو ابن الوحش هذا. اقصد يعني ابن اللي مسوي افخاخ بالغابه. لا تخاف لا تخاف. تعال احررك لا تخاف. تعال. لا لا هو خلاص يعني عبالي اطب الفاس عليه واخوفه. 1 2 3 4 5 رسومات على الحائط. هي ايام 6 ايام او اشهر او سنين انقضى. لا ما اعتقد سنين. ايام اعتقد ايام. اوكي تعال انقذك يقول لا يعني. لا ليش ليش لا تخاف يا اهبل. لو بدي اسوي لك شيء كان سويت لك. اوكي المكان هذا كان مسجون به هذا الطفل. ليتس جو. صعد فوق نلحقه لازم اعتقد. لأن هذه الجهة خلاص وصلنا الباب مسدود. ليتس جو. اوكي وين راح؟ اوكي نلحقه. قدرنا نلهي.
صوت صارت أصوات تحت. همزين دمى جفلت حبالي حبالي الناس. اوكي ليتس جو. طيب حلو، نريد ننزل شيء فوق وزنه ما يكفي. هنا عندنا قفل، اعتقد هاي الباب لازم نفتحها. طيب حلو، ندهلي جميل يساعده. ليتس جو. ايوه راح يشلب هو برجليه. حلو حلو، واحد يتحرك. لا 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 لا، يمكن سمعنا صوت، يمكن سمع الصوت. تعال هرب وياي، تعال تعال اصعد اصعد اصعد، يمكن سمعنا. اكو ارجل اذا تسمعون، ما ادري. طيب هنا ماكو طريق. اوكي اذا تفحت اندفع. لا هو يساعدني. خلاص احنا صرنا تيم انا وياه. تمام صرنا تيم شباب انا وياه. ليتس جو. المفتاح فوق مثل ما تشوفون. طيب هاي البكره بالجزء الاول عرفنا يراد لها مفتاح عشان ننزلها. ها حلو يساعدنا منه. ليتس جو. طيب ندخل من تحت. هذا المفتاح عند الدمية شباب، اخذ المفتاح. يعني مفتاح مال الماكينة. ولي قطع ايدها قطع. عادي دمية مو مهم يعني شباب. زين هذا ليش يصنع دم؟ وهم عنده مرايات مكسورة شباب اذا تلاحظون، مثل الجزء الاول. الجزء الاول كانت البوس الاخير كانت مرايته كلها مكسورة وهزمناه عن طريق المرآة يعني. اوكي انقز. طيب هو اخذ مني. حلو ارفعه. حلو جميل نقفز. حلو لا ليش. حلو هو وقع ما يحتاج. حلو هنا المفتاح ما يظل لازم بيده يضم. طيب تعال 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 تعال. قاعدين دهلي طبعا هذا شباب يريدنا الحقه حتى يساعدنا بشي. شنو هو ما ادري شنو الشي اللي تريد يساعدنا بيه. اوكي اوكي سعد. طيب وين ماخذني هذا؟ هلا اوكي بالشنطة ختل. طيب حلو اكو مكان هنا شباب اذا ما شوف مثل ما تشوفون ورا الصورة. ما ادري لان انا موجودة كاميرتي بهذا الاتجاه ما اعتقد، بس اكو مكان ورا الصورة. نرمي الحذاء عليه. رجع هرب ختل هنا. حلو لازم نظل نلحقه. طيب على الكنب هذا. اوكي طلعناه جميل. فتحنا الباب شباب. الدنيا ظلمة. طيب ما اشوف شيء. حلو هذا انا. هلو هاي تنسحب. اقدر اصعد له؟ لا. اخذه وياي هو يضوي لي. حلو ليتس جو. طيب ولا زين ولا زين مو شايف شيء. كفو كفو روح. لك فتحت لي الباب والله انت شريف. اوكي ولعنا النور. حلو هذه الغرفة ولعنا النور بيها. المرايات المكسورة انا قاعد تخوفني شباب. طيب يمكن اكو باركور من هنا نصعد. انا اشوف هذا المجر اذا ينفتح او لا. يب طيب شباب مثل ما شايفين عندنا باركور من فوق ونروح على القزم.
ليتس جو. نشوف القزم وين راح يودينا بعد. علينا انا ما عندي اضاءة مثل الجزء الاول، ما اقدر اضيء شيء بيدي يعني. يا وين القزم؟ من الفايدة جيت منه هاني؟ اوكي ندخل من هنا. طيب اكيد ننزل. حلو هالخشبة ناخذها، هل نسحب علينا؟ طخت براسه. حلو رجعنا منه، خلنا ننزل على الباب شباب. عادي عادي تصير، امشي ما يموت. يلا افتح الباب هذي. جميل. Let's go, let's go. هلا صيحة. مستحي. تعال. حلو هاي آثار أقدام يا شباب. اللي مسويها فخاخ بالغابة طبعًا. تعال تعال ادفع وياي، تعال. تعال. سالفة خلاص صارت مفهومة حبيبي. الغازك مو علي. أقفز. حلو. الحقني. طيب. صوته موجود الشخص، ادري شنو قاعد يقطع. يا الله قاعد يسوي دمى خطية. لا دي يسلخ حيوان يسوي بيها دمى يمكن. محترم اكو شوتجان يمه. لا لا محترم والله انت، ما تسوي شي انت فقير. افتح 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 افتح. لا 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 كشفنا 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 شفنا. قوم 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 قوم. اهرب 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 ورا صندوق. اهرب 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 ورا صندوق. الو لازم صندوق ثاني. وينه؟ ايوه ايوه اللي قرب قرب. منين؟ من هنا؟ راح نقتل هنا. ما شفناه. اوه قلبي ماك احد هنا. أنا عطشت يا شباب، مو قاعد هنا متوهم والله. محترم انت يعني محترم. ورايح انت؟ طيب هاي شنو؟ يلا امشي. شو يريد؟ ها ناخذه ويانا. طيب اقتل. ماكو شيء، ما ولا شيء. هذا غراب تافه طار. ما مو احنا، احنا اهرب 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 اهرب. طيب الحشيش ما يشوفنا. ليش تمشوا ويانا بنفس وقف؟ ليش تمشوا ويانا بنفس الاتجاه؟ مو فاهم اني ولا طم شلون يتنفس. طيب وقف، بدنا فتحة هناك يا شباب. اعتقد لازم نروح لها. اهرب انزل انزل انزل. ايوه يلا بلا عليك هربنا. لا 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 امشي، راح يدخل هذا الكلب. يا كلب هرب شو كان. تحرك يلا تحرك تحرك تحرك. خلينا نهرب منه. اعتقد هربنا منه خلاص يعني. ليتس جو. طيب انا من الجهة الثانية. حلو ليتس جو. حقني هاي بس هاي حقني. اوكي اكو جسر. شو هالخشبة؟ حلو عجيب. طيب السرعة هيدا واركضاني زين. انا شو خالتي شو راح تعبر؟ حلو اطلب منه المساعدة. هاي حلو لازم اقف السريع. يا الله يا مغيس. ايوه والله كف.
حلو كمل شباب، بس خلي بالك من الأفخاخ. دامنا هربنا من ذاك، خلي بالك من الأفخاخ. لا بعده موجود، ما هربنا. لا 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 ورا الصندوق. هرب 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 صناديق. حلو اللي يضرب. حلو بين ما يعشق احنا نصعد. هرب 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 هرب. خلي كرة التلفزيون. طيب اهرب هرب 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 هرب. ادخل. حلو. لا كفو انت والله كفو. هرب لك هرب. داير كعب. اصبر اصبر اصبر. بروح امك. لا روح امك. لا اصبر. هرب. ايوه اصعد 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 او تشذب او انزل. اختر 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 اختر. ماك احد هنا، احنا ما موجودين. شباب ترى اللعبة روعة والله العظيم، الغاز والهروب لعبة يعني صدق خرافية. اوكي نقدر نتحرك. نور. اوكي اقدر اقطس. اوكي خلينا نتحرك. اعتقد نلحق قبل ذاك الاتجاه صح؟ طيب هنا نقدر ندخل؟ لا. طب اقطس. حلو. اوكي نختل ورا الشجرة. اوكي الليت مالته راح، بس يجي اقطس. اقطس. حلو اطلع. طيب اقطس اقطس. اوف كان شافني. اوكي اطلع. طيب ما يقدر، ما اقدر اقفز. لا اقدر اصعد ما اقدر اقفز. شو هاي علامة الكرب؟ هاي يقدر يدفعها. انا كلش مدري ست ترى شباب، هو واحدة يريد يدفعها. طيب هرب. حتى ناخذ بها كفر. جميل. طيب خليه يروح لهذه الجهة. لازم غطسة كاملة لان هي مكان محصور. طيب نطلع. روح الله ياخذك. ما يشوفني هسه ما اعتقد. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. الغراب قربان يفضحون اللحم. شو ده شي. انتبه من الفخاخ، يعني فخاخ وهم بوس. الغربان الله ياخذكم. شباب اهرب بسرعة، ما طول اكو صندوق. اهرب بسرعة. خلي كرة صناديق. يقدر يضرب مرتين هنا انا بس عادي. اختل ورا الصندوق هذا. اهرب. ادخل 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 سريع. اضرب اضرب. اوكي سد الباب. سلاح سلاح سلاح. معقول يستخدم سلاح؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو. قوم ولك قوم. اديله اديله. عد اذانهم شباب بيها طنة. والله روعة. تحرك بسرعة. خذ السلاح وياي ولو ثقيل بس بيغال. زين اريد اشوف جثة هذا. تأكد انه مات. ما متأكد انه مات. اوكي ليتس جو. وين نروح؟ باب هنا. ادفع وياي ادفع. هنا المكان مسدود. حلو. طيب قعدوا شباب هم هيجي. ما اقدر اتحكم ما اقدر اقول، بس اقدر عندها بس هاي. زين سؤال شباب، بالجزء اللي فات 6 او هاي مال يعني رقم 6 مو غير شغلات هاي اللي شو اسمه لابسه اصفر، كانت على جزيرة طافية على جزيرة في نهاية الحلقة او اخر مشهد حطيت لكم اياه الحلقة الثالثة. معقولة هم راح يروحوا لها؟ ممكن او لا ما ادري الصراحة، بس خلينا نشوف. ليتس جو. اوكي وقف لاعبي. ليش وقف لاعبي؟ حلو. لا ما رحنا للجزيرة، احنا المدينة اللي بالصورة اللي شوفت لكم اياها بالبداية.
زين ليش هذا الصوت المرعب؟ البنايات تتحرك. لا الكعبة، البنايات بيها روح. وات وين رايحين؟ وين ما اريد اخلف والله، وين ما اخذين انتو شباب؟ خلاص انا قطعت الخلف، انا قطعت الخلف. اللي طلب مني هذه اللعبة ناوي انه يقطع سلالتي، ناويني اني انا ما اكمل يعني بهذه الحياة، يقطع السلالة خلاص انه متل. طيب شباب، عندنا جزيرة كاملة نستكشفها ونحن الغازة ونهرب من البوسات. لهنا أنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسون أن اللايك والاشتراك إذا عجبتكم، وسلام.